حسابها تبقى النهاردة مفاجأة صارخة هيكشف عنها الصحفي طارق رمضان، حكم الفيديو الفاسد الكاره للأهلي. عدو الأهلي خالد جمال الغندور مش بس اكتفى من ان هو يطلب من الحكم محمود بسيوني الغاء هدف الخامس للأهلي بدعوى فاول ضد وسام ابو علي، قال له بالحرف الواحد فاول وسام كحوله بالحرف الواحد، قال له وسام كحول المدافع، وعايز كمان ان انت تديله انذار، عايز يلغي الهدف ويدي انذار لوسام ابو علي. بسيوني بعد التوقف، لما التوقف طال قال له في ايه يا خالد، قال له استنى يا بيسو اللعبة صعبة وبفحصها، قال له صعبة في ايه، اوفسايت ولا مش اوفسايت، قال له لا اصل في فاول في الاول على وسام ابو علي كحوله بالضبط، كحوله الباك فاول وانذار، قال له لا مش فاول يا خالد لعبة عادية جدا، قال له لا بس تعال شوف، قال له يعني عايزنا اطلع ماشي انا جاي لك، وراح اتفرج قال له ورهاني من زاوية تانية ورهاني، قال له مش فاول خالص، ورجع حسب جول اللي حصل من خالد جمال الغندور شيء يؤكد ضرورة استبعاده نهائيا مدى حياته من اي مباراة للنادي الاهلي ومن التحكيم. وبالامانة لو شفته في مباراة لأي مباراة للنادي الأهلي بعد كده في الفترة اللي جاية، سواء حكم أو حكم فيديو، أول ما ههاجم جمهور ومجلس إدارة النادي الأهلي، وههاجم محمد رمضان المدير الرياضي لو موجود في الوقت ده، وههاجم كل اللي ماسكين في النادي الأهلي في الوقت ده. اللي يسمح لشخص بيكره الأهلي بالدرجة دي وبيكشف عن كراهيته للأهلي بالدرجة دي يسمح ليه انه يحكم ماتش للأهلي، يبقى لا، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ودي حية سامة، والأهلي ما يتلدغش من الحية السامة مرتين. انما عندي ملاحظة عن تسريبات المكالمات والحوارات بتاعة غرفة الفيديو بين الحكم والمساعدين في يومين ورا بعض، مكالمة محمد عادل وميدو وسلامة، اتسربت مكالمة محمود بسيوني وخالد جمال الغندور. وفي المكالمة الأولى اكتشفنا ان الحكم محمد عادل فاسد للغاية، وبعد ما قال لميدو سلامة اللعبة مش بينالتي رجع حسبها بينالتي علشان الزمالك يكسب. واكتشفنا ان خالد جمال الغندور فاسد، وفاسد كبير قوي قوي، وعايز يأذي الاهلي باي حاجة. انا بعد التسريب ده عايز اسأل سؤال، مين اللي مسرب التسريب ده؟ مين اللي عمل التسريبات دي؟ وليه عمل التسريبات؟ غالبا يا السيد مراد اللي هو جابوه جديد للحكام، يا ابراهيم نور الدين اللي عايز يمشي محمد فاروق الموتوسيكل ويقعد مكانه رئيس للجنة الحكام. سواء ده او مش ده، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. انما السؤال للنادي الاهلي، للاخ اللي اسمه اشرف نصار اللي ماسك رئيس نادي البنك الاهلي، هل حضرتك هتقدم احتجاج لاتحاد الكورة لإلغاء نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي وإعادتها ولا لأ؟ هل هتقدم اعتراض ولا لأ؟ وعقوبة شديدة كمان لمحمد عادل ولا لأ؟ مش هتعمل كده، ولا هتفضل قاعد وتفضل مصلحتك انت الشخصية على مصلحة ناديك، ولا هتخاف تقعد بالبيجامة في البيت يقعدوك في بيتك؟ ده اللي لسه هنشوفه. إنما كلكم عارفين والحمد لله دائما على نعمة الصبق والصدق، من 3 أيام قلت لكم الأهلي يصعد ضد التحكيم، الحمد لله امبارح النادي الأهلي تقدم بمذكرة لاتحاد كرة القدم
مذكرة رسمية، بيطلب رسميا، بيطلب تعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام من الخبراء المشهود ليهم. إنما سواء حضر رئيسا للجنة الحكام أجنبي أو غير، أو سواء حضر رئيس أو ما حضرش، أي حاجة الحضور ده بتاع الأجنبي جه بسرعة ولا اتأخر، الأهلي واخد قراره بوضوح شديد جدا. الأهلي طالب حكام أجانب للستة من مبارياته، ستة من مباريات للنادي الأهلي في الدوري العام ده مبدئيا. ممكن العدد يزيد، لكن مبدئيا الأهلي طالب حكام أجانب من مستوى رفيع من مستوى النخبة في أوروبا لست مباريات، ليه؟ ثلاث مباريات في الدوري، الدور الأول اللي هو الدور الأول الموسم، اللي هي مباريات بيراميدز والزمالك والمصري اللي هم طلعوا الثاني والثالث والرابع السنة اللي فاتت، الفرق اللي هي كانت أقرب للنادي الأهلي في الدوري السنة اللي فاتت، بيراميدز الثاني والزمالك الثالث والمصري الرابع، وطالب حكام لنفس الثلاث فرق في الدور النهائي في الأدوار النهائية. بقى لو حد من الثلاثة تأهل للدورة النهائية، الأهلي برضو طالب حكام أجانب للثلاث ماتشات من بدري. الأهلي بيوضح موقفه، وقبل موعد أي مباراة من الستة دول الأهلي بقبليها ب 12 يوم، لأن الحد الأقصى 10 أيام. الأهلي قبلها ب 12 يوم هيرسل لاتحاد الكرة مبلغ 35,000 دولار مصاريف استقدام الحكام الأجانب من أوروبا، ومعاها الطلب الرسمي باستقدام الحكام. حد يقول لي طب الأهلي ما يبعت من دلوقتي ويدفع الفلوس من دلوقتي علشان يضمن؟ أقول له لأ، الأهلي مش مستعجل، الأهلي مش مستعجل في إرسال طلبات الاستقدام. لو دفع الفلوس علشان سببين، السبب الأول الله أعلم الدوري هيكمل ولا مش هيكمل، يعني الأهلي ممكن عشان يبعت 35,000 في 6 ب 210,000، يعني تكلف ربع مليون دولار، والدوري ما يكملش يقول له فلوسك مش هترجع يا راجل. الأهلي حاسب كل حاجة بميعاد، ده السبب الأولاني. السبب الثاني إن ممكن إن شاء الله إن الأهلي يحسم بطولة الدوري بدري، يحسمها من المرحلة الثانية قبل نهايتها مثلا بأسبوع بأسبوعين ثلاثة بأربعة، لو الأهلي عنده ماتش في الأسبوع الاثنين، لأن أربعة دول يعني اللي هيتلعب بعد ما يكون حسم نتيجة الدوري، وبعد إن شاء الله ما يكون توج بطل للدوري. السنة اللي فاتت الأهلي حسمها قبل ما يخلص بثلاث أسابيع، لو اتكرر الموضوع ده الأهلي حسم الدوري قبل ما يخلص بثلاث أربع أسابيع، وفي الحالة دي الأهلي كان عنده ماتش من الثلاثة دول، ف الثلاثة أربع أسابيع اللي فضل الأهلي في الأهلي مش هيبي، يعني إيه مش هيبقى عايز حكام هيلعب بالأشبال والناشئين، ما خلاص حسم البطولة يكسب ما يكسبش تمام مش هتفرق. لكن فضيحة تسريبات الفيديو فضيحة كارثية، والحكم محمد عادل اللي عمله حاجة كارثية، وكمان اللي حصل في ماتش الأهلي برضو حاجة كارثية. لازم من معاقبة حكم الفيديو في مباراة الأهلي ابن جمال الغندور، ومعاقبة محمد عادل في مباراة الزمالك بعد إلغاء هدف بعد احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي ركلة جزاء عفوا غير صحيحة لنادي الزمالك في الدقيقة 90. فاللي بيحصل ده كتير، ولازم يكون في تدخل كبير جدا من المسؤولين، ولازم النادي الأهلي كمان يحط حدود للمهزلة اللي بتحصل دي. بشكركم انكم استكملتوا معايا الحلقة للنهاية، استنونا ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.